بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله القائل في محكم التنزيل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وأصلي وأسلم دوماً على المصطفى المختار الذي قال في حق نفسه: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أما بعد، في مركز الإشعاع الثقافي بمحافظة الغربية، من داخل هذا المركز لا يسعني أولاً سوى الترحيب بالسيد الأستاذ النقيب العام الأستاذ سامح عاشور. يقال ما يقال، ونختلف كيف كان الاختلاف، إلا أن جسد المحاماة يجب أن يكون بالرمز قوياً، ولا نختلف لأننا نمثل أصالة المحاماة. أصالة المحاماة التي أقول أنا عنها كما قال الشاعر معي: لماذا إلى المحاماة أتحدث؟ لماذا أراك على كل شيء كأنك في الأرض كل البشر؟ لماذا أراك على كل شيء كأنك في الأرض كل البشر؟ كأنك ضرب بغير انتهاء، وأني خلقت لهذا السفر. إذا كنت أهرب منك إليك، فقولي بربك أين المفر؟ ترحيب على المستوى الخاص حتى لا أنسى الأسماء إلى المنصة الكريمة التي حضرت وتحملت مشقة السفر. فأهلاً ومرحباً بالسادة الضيوف أصحاب المكان الشرفاء المحترمين أعضاء النقابة العامة. ولا أنسى في كل الأحوال أن أقدم التحية والتقدير إلى من غاب لظروف المرض، الأستاذ أشرف حنتيرة عضو النقابة العامة. ولا يفوتني إلا أن أقدم التحية أياً كان الحوار، لأننا جسد لا يختلف، حتى وإن اختلف إلا أننا جسد نابض بالحياة، حياة المحاماة. أقدم التحية لمجلس نقابة محامين غرب طنطا. الأستاذ مجدي سخا والأستاذ يحيى، نورتوا الدنيا. تحية إلى حضراتكم، تحية إلى حضراتكم. وكيف يفوتك الترحيب، وكيف يفوتك الترحيب ويفوتك الحوار وأنت مع الرواد الأوائل في الصفوف الأولى لهذه القاعة؟ لا يجب أن يفوت النقيب السابق والنقيب السابق والسادة الضيوف الكرام: شرفتم هذا المنتدى الثقافي وهذا المنتدى الفكري وهذا المنتدى في معهد المحاماة، وأنتم رواد المحاماة. وكيف أنسى الأبناء وهم في القلب من النقيب ومنا؟ كيف أن تنسى من كانوا معك على الضرب ومن يسير على الضرب؟ شباب المحامين، شباب معهد المحاماة، تحية إليكم جميعاً لا مختلفين. أما بعد، والحوار يطول، وكيف يطول الحوار وأنت بين الرجال؟ والرجولة صفة من الممكن للمرأة أن تتحلى بصفات الرجال، والرجولة هي القيمة الباقية لمهنة المحاماة، المحاماة التي تحدث عنها الدستور وكان مشاركاً في لجنة الخمسين السيد الأستاذ النقيب العام الأستاذ سامح عاشور، لتكون نص المادة 198 من الدستور، التي هي ذاتها نص المادة الأولى من قانون المحاماة، والتي يجب أن تعوها وعياً كاملاً كالرواد الذين حافظوا عليها، ألا وهي: المحاماة مهنة حرة، المحاماة
مهنة حرة تشارك السلطة في الدستور، تشارك السلطة القضائية في إرساء قواعد الحق والعدل، في الدفاع عن المواطنين وحريتهم، اسمع، في التأكيد على سيادة القانون. وتهيأ إلى من سبق من النقباء، ومنهم من قال لولا صوت المحامون المدوي في آفاق الدنيا ما رفرف حق وما استتب أمن وما استقر عدل. لولا هذه الكلمات ولولا هذه المعاني ما انتقلت إلينا مهنة المحاماة، مهنة المحاماة التي هي في الصفوف الأولى من الوطن. اسمحوا لي أن نعمل جميعاً تحت شعار من الآن: المحاماة وطناً للشعوب. يجب أن يكون هذا الشعار ليعلي شأن المحاماة: المحاماة وطناً للشعوب. ولولا حق الدفاع لمات العدل، ولو ضاع الدفاع لمات العدل، ولو غيب الدفاع لانتهى العدل من الأرض، لأن العدل دوماً يحتاج إلى منصة المحاماة وإلى منصة ضمير المحامي لكي يقدم له الجزاء الكامل، كما قال الأستاذ الجليل النقيب السابق ورئيس نادي القضاء عبد العزيز باشا فهد. ما الداعي لهذا اللقاء؟ ما الداعي لهذا الحوار ونحن نفتتح اليوم الأول من معهد المحاماة؟ لا يجب إلا أن نقدم للمحاماة يد بيضاء، لأن المحامي رسول في هذا المجتمع. يجب أن نتقدم الصفوف بضمائر المحامين حتى نعلي كلمة الحق. لا يجب أن نختلف، وإن اختلفنا فلنا أماكن تحتوي ما بيننا من خلاف. يجب أن نتوحد جميعاً لا مختلفين خلف نقابتنا العامة، لنا معها حوارات في المعاشات. نطلب، وأنا أطالب السيد الأستاذ النقيب العام ومجلس النقابة العامة مشكوراً، معاشات المحامين وأرامل المحامين متدنية، أرجو النظر فيها، مش 5% أو 10%، أرجو هذا الحوار. مع ضوابط القيد، نحن مع ضوابط القيد حتى يخرج غير المشتغلين، مع ضوابط أفضل. نحن مع معهد المحاماة لكي تكون له إدارة مستقلة يخرج ويصنع أجيال جديدة من المحامين، لنقدم للمحاماة أغلى ما في المحاماة، وهي بداية التدريب من المحامي. الركيزة الأولى واللبنة الأولى هي المحاماة، المحامي تحت التمرين. أرجو أن نقدم للشباب، أرجو أن نقدم النفس التي تضحي بالوقت وبالمال وبكل شيء حتى نقدم إليكم الخدمات المتنوعة في أمور صحيحة. أرجو أنا أولاً والنقابة العامة وكل أعضاء الحاضرون أن نقدم إليكم المزيد. ماذا تبقى لنا في الحوار؟ لم يتبقى لي في الحوار إلا أن أؤكد إلى الشباب: لا يكن أحدكم إمعة، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا يكن أحدكم إمعة يقول أنا مع الناس، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساء الناس أن تتجنبوا إساءتهم، لأنكم رسل عدل، والعدل دوماً مطلوب، والعدل دوماً حق، والعدل دوماً يحتاج إلى المحاماة، والعدل دوماً يحتاج إلى من؟ إلى الدفاع. واعلموا حتى أختم اللقاء، واعلموا أن روح العدالة، روح العدالة في الدفاع، وروح الدفاع في الطلب، وروح الطلب في تحقيقه. فهنيئاً لمن قدم نفسه رسولاً للعدل، وهنيئاً لمن قدم نفسه إلى هذا الصرح رسولاً إلى الوطن وإلى الوطنية وإلى المواطنين. تحية إجلال وتقدير إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله.